شي غير حلمة شي غير تهضروا على الدلالة اللي كرون ديسا كاع شهرين كاع واحد بوليس واحد جدارمي نجيبهم لك دوكا تشوفهم بعينك كاع خدامين وكاع بشريتهم العشية على الربعة يحبوا يهربوا من خدمتهم ويحبوا لهنا ينقرشوا يا خويا المعيشة غالية هذيك ال 50000 كاش السلام عليكم خويا وعليكم السلام خويا انا حن شري تليفون يا اخو احنا مساعدتنا مصح مع لا بوليس ما خلاوناش نخدموا يا اخو ما خلاوناش نخدموا يا اخو نخدم لا انا كبر فيها الدلاله يا اخو ونسترزق على دارنا في عمري 16 سنه ما وين تقال خرجت القرايه وجيت نخدم في الدلاله على دارنا وما عندنا ما نديرو يا اخو سيتك تحتمت عليك باش تخدم خدمة باينة بلي تحتمت عليا واحد ما جابوا الخير لهنا داك شتك راح تشري على انا راح نشري على تليفون انت كيفاش دوك هكذا تشري على سيده تليفون خو دوك حنا نشريه ونعاود نبيعك ما ندير فيه 50000 100000 50000 100000 ناكلوها في جورني كومبلي دخل 50000 100000 صرف 600000 في النهار ولا بوليس ما يخلوكش تخدم نص ساعه ما نوقفوهاش هاكم تشوفوا جيتو نتوما وقفتوا دوك جاو حوزونا ديريكت يا خو واش رايك علاش ما تخدمش ماركت بلايس ولا هكذا شنو ماركت بلايس ماركت بلايس يتمسخروا ما يشريوش ما يشريوش يجوزوا الوقت اللي ما عندوش واش يدير يدخل ماركت بلايس يقعد يقصر معاك دا منا لا لا اللي خصو تليفون يجي يشري ديريكت يا خو ما شفتي دوك هو كيش حيبعت معاك في ماركت بلايس هو ما عندوش تليفون حاب يشري تليفون صح ولا ماشي صح دوك انت ما عندكش تليفون واش حتبعت في مراسك بلوتوث ما جاياش يا خو يا اخو يا العزيز يا اخو انا قلت لك يا اخو ملي كنت صغير نخدم دلاله يا الرزق ديالي في الدلاله يا خاطو علاش بابا كيف كيف بابا يخدم دلاله بابا هو اللي علمني نخدم دلاله هو دخلني نخدم في دلاله يا بس شافها ماهيش رايحه قال لي روح تخدم هنايا وانا الحمد لله يا اخو نخدم دلاله ندي 50000 هذا ندي 100000 هذا و 50000 الاخر ونطلع جورنيتي والحمد لله خير ملي تريح في الحومه يا خير ملي تريح في الحومه يا تريح في الحومه يا اخو تلقى غير دعاوي الشر يا غير اللي يقول لك ما يقول غير كش مفهمك غير اللي يقول لك نديرو حاجه تاع الشر ما يقولكش انا راح نصلو انا راح نديرو سبور انا راح نزطلو يقول لك انا راح ناكلو كاشي وانا ما تساعدنيش هاد العشاء يا اخو انا وليت فاميليا يا انا انسان خدام يا يا اخو انا في حومتي يا اخو بابلو نسكن هنا يا انا في ماكسي نواري يا انا في حومتي تما شغل من هاني في الحومه ومن هاني نسترزق يا والحمد لله يا اخو انا مادا يا اخو انا نقول اللي جان كاع كاع نقول لهم روحوا كاع تخدموا يا انا ولاد حومتي شحال مقطع نقول لهم روحوا تخدموا كاع والحمد لله يا فسدوها هنا فسدوها هنا البراويه يجوا البراويه يسرقوا يطيحوا على ديور الناس هذيك من حقنا هذيك علينا حنا تعود علينا حنايا البراويه ما يزدوش يدخلوا الدلاله لا بوليس يخلونا نخدموا يا اخو كل ما زوج انا نصرفوا 500000 ندخلوا 50000 100000 50000 50000 واش تصرف يا اخو واش حتصرف فيها بها 50000 50000 ما يدير والو يا اخو يا اخو قعدت يا 50000 يا اخو خلونا نخدموا برك يا والله غير نحمدوا ربي ونشكره يا يخلونا نخدموا وكاين حاجه راهي ما نطلب من السلطات الله يحفظهم الله يحفظهم الله يحفظهم يخلونا نسطاليو خاطر علاش ولينا شغل نبيعوا في بليدك فاهم نشوفوا خلونا نخدموا في دارهم يا اخو كاين ناس خبزه في دارهم ما عندوش يا خلونا نخدموا يا اخو نسترزقوا كل واحد يخدم على شرو وسلام دحمه معليش يا اخو حبيب نعم انا كبرت في الدلاله يا اخو انا 11 سنه كنت في الدلاله نخدم الفضه نخدم كل شدهب بنادم نشريه يا اخو نعاود له البيع نورمال المهم يا اخو اخويا ماشي دايرها زياده انا نسترزق ما كاش منين يا اخو خدمه سورتو لو بري جوستيس ما يخدمش اللي ما عندوش اسمو ديبلوم ما يخدمش اللي ما شي اللي ما عندوش ديبلوم عندنا اللي كاين ما عندوش ديبلوم ما كاش خدمه يا اخو انا سيزوني ويجوا يخدموا لنا في دلاله ومساعده ايه تيجي يجي يخدم باسكو ما كاش يا اخو ما كاين والو ما كان ما يعطونا والو كاش يعطوا لها بطاله هذيك بطاله رجعوا بديبلوم لازم بطاله لازم لازم تولي عند دقيقه معليش عبد الله انا واش خويا ماشي غير حلمه ماشي غير تهضروا على الدلاله اللي كرون ديسا كاع شهرين كاع واحد بوليس واحد جدارمي نجيبهم لك دوكا تشوفهم بعينك كاع خدامين وكاع بشريتهم العشيه على الربعه يحبوا يهربوا من خدمتهم ويحبوا لهنا ينقرشوا يا خويا المعيشه غاليه هذيك ال 50000 كاش ماشي هذيك دوك نسلك على واحد دوله دوله يتلوشي 40 ويد الجار ويخدم كرونديستا والله العظيم وكيلزموا الدوله هو جاي 16
عباد جواو لا يهربوا، هو قاعد يخدم يحبسوه يقولوا زامل وخلاه يخدم. تهضروا غير على الدلاله يا اخو، معليش حنا نقول نوجهوا نداء السلطات عفسه وحده برك يا ها. كيف الوالد اللي لقي تاع باب الواد ما ساعدتكش هاد البلاصه؟ درنا بلاصه خدموا فيها الدلاله، ديش احنا هادي بلاصه تاع الدلاله من بكري. كبر هنا يا كبرين لهنا كاع يا اخو، ما كاش اللي ماشي كبر لهنا. انا ممكن تمسيد يا اخو، جامي ممكن الدلاله والله يا اخو. صح ممكن تمسيد مساجومي ممكن دلال. خدمت الفضه العزيز كنت صغير، من الفضه رحت للقش وليت نخدم الكابه شواله، دوك غلقوا شواله ما كاش مش تلحق سلعه. هذا شحال عمره؟ هذا اصبر شنو اسمعني يا اخي، انا عندي ديبلوم، عندي زوج لي ديبلوم، عندي ريباراتور تاع تليفونات وعندي حفاف، ما ديروا لنا بلايص نخدموا فيهم، ديروا لنا بلايص نخدموا فيهم، ما عندناش بلايص نخدموا فيهم. واش العزيز واش خويا؟ يا خويا صح كنت